جينا بقى الالعاب الترابيزه اللي احب افكركم الساده المشاهدين اللي في البيت وبيتفرجوا علينا ان انتوا تقدروا تعملوا كل الالعاب بتاعه الترابيزه دي عندكم عادي على ترابيزه السفره، كلها حاجات موجوده عادي جدا. دي ميكانو يا بنات، واحنا عاملين بيها زي متاهه. اوكي دلوقتي التحدي او اللعبه اللي عندنا، يعني كل واحده فيكم هتمسك طبق اتفضلوا، وكل واحده فيها فيكم معاها كوره، الكوره دي هتبقى هنا اهو والكوره دي هتبقى هنا اهو، وكل واحده فيكم هتهوي بالطبق، هتهوي مش هتلمس، لو لمستي هترجعي من الاول، هتهوي الكوره وتحاول انها تدخل الكوره ونشوف مين فيكم اللي هيوصل للنص اللي هي الحته اللي في النص دي الاول. اوكي جاهزين يا بنات؟ جاهزين. فاهمين هتعملوا ايه؟ اه يلا بينا. ريدي ستادي جو. يبقى ما تهويش قوي. برافو جودي، دخلتها في اول حته. حبيبه دخلت جوه البوكس الاول برضو. حبيبه لازم نخش من هنا نشوف فيكو اسرع. هو انتوا مش واكلين ولا ايه؟ هو برافو حبيبه قربت توصل. حبيبه مع ان جودي كانت اللي باديه هي اللي كسبانه، ولكن حبيبه هي اللي كسبت في اللعبه دي. يلا بينا نروح على اللعبه الثانيه على طول هنا برضو على الترابيزه. مين ما بيحبش اكس او؟ كلنا لعبنا اكس او كبار وصغيرين صح؟ أه. بس احنا هنا عندنا اكس او بشكل مختلف على الترابيزه بتاعتنا، معانا الماميهات اميره ونهى، كل واحده هتحاول انها تبقى بتقلب الازازه، لو الازازه وقفت هتتحرك فاطمه او هتتحرك ليلى، ما وقفتش هتفضلوا في مكانكم وهنشوف في الاخر بقى. معاكي الازازه، جاهزين يا ماميهات؟ يلا بينا خشي على طول. ما وقفتش ما وقفتش. الله يلا واحدة ماشي يلا ها وقفت. يلا حطي يا ليلى. فين يا ليلى؟ حطها هنا هنا اللي جنبيها هنا. ماشي ماشي يا وقفتها لك يا ليلى. ماشي لو هي كسبت وقفت، لو وقفت فاطمة هتكسب. وقفت كسبوا فاطمة كسبت. يلا اللي بعده نشوف اللعبة اللي بعدها على الترابيزة. يلا بينا. من العابي المفضله بقى، بصوا بقى هنعمل ايه في اللعبه دي. زي ما انتوا قدامكم كده كوبايات زي ما انتوا شايفين، والمفروض ان احنا نلم كل الكوبايات دي على بعضها، بس هنلمها ازاي هوريكم. كل واحده هتبقى معاها بالونه، امسك البالونه كده اهو وتنفخ جوه الكوبايه كده اهو. وتحطها في الكوبايه دي، فهمتوا حاجه؟ هنجمعهم بقى كده اهو، وكل واحده هتاخد البلالين بتاعتها. اتفضلي بالونه، حضرتك بالونه صفراء، حضرتك بالونه حمراء علشان ايه الروح الرياضيه، ومفروض ان احنا نجمعهم كلهم عند الكوبايه دي. فانت هتاخدي الكوبايه دي وتروحي تحطيها هناك، وبعدين دي وتروحي تحطيها. شوف بقى مين اللي هيخلص اسرع من غير لما يوقع الكوبايات. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ نفسكم قوي؟ اه. طب يلا بينا. استنوا لما لم دول كده عشان نعرف نشجعكم صح، ونقول ريدي ستادي جو. الله 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 على الله يا حبيبي. يلا يا جودي انفخي 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 يا جودي انفخي يا جودي انفخي. حبيبه دخلت الثانيه والثالثه. يلا يا جودي ما تمسكيهاش بايديكي، تقعي ليه وتقع ليه؟ لا انت هتنفخيه وهي جوه. بصي انفخيه وهي جوه عشان تعرف تمسك عليها بالظبط. انفخي انفخي يا جودي، شيلي بقى شيلي. برافو برافو يا عيني. ماشي برافو جودي. حبيبه قربت تخلص يا جودي، عرفنا ازاي؟ يلا بقى بسرعه. برافو حبيبه، اتقان تركيز. حبيبه 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 ما تمسكيش بايديكي. برافو يا جودي، لسه حبيبتي بتحاول تستراجل ازاي تنفخي. طب شجعوا جودي بقى. يلا يلا يا جودي جودي انفخي يا حبيبتي، جوه خش كله جوه الكوبايه. انفخي ايوه يلا انفخي كمان انفخي كمان. بصي امسكي البالونه دخليها جوه انفخي لغايه اما تبقى كبيره. اه لا تعالي يا جودي
حبيبه خلصت. ماشي حبيبه خلصت، بس انا هفضل وراكي لغايه ما تعرفي تعملي واحده. يلا اعمليها جوه يلا. ها ها ايوه ها جايه اهي، هنشيلها والله اللي هتشيليها يا جودي. ايوه اهو، برافو برافو. انفخي، مفيش نفس خالص. الحمد لله عرفت تعمل واحده بس. طبعا حبيبه هي اللي كسبت. يلا اللي بعده. يلا اللي بعده. طبعا بعد التشاور اللي احنا اتفقنا عليه، كل اسره اختارت من عندها حد. اختاروا ليلى من الفريق ده، واختاروا فاطمه من الفريق ده. والتحدي ده المفروض ان هو تحدي سهل، كل واحده فيكم قدامها كور صغيره، كور بينج بونج، والمفروض ان كل واحده تحاول تحط كوره من جوه الكاب، يعني جوه الكوبايه من الكوبايات دي. اللي هتحط كوره جوه كوبايه هاخدها. هنشوف بقى مين اللي هيتبقى عنده كوبايه اخيره. أوكي. اوكي جاهزه يا ليلى؟ طب افرض اكيد قول. افرض ما دخلتش، هتاخدي الكوره ولا هتفضل عادي؟ لا خلاص هتبقى اوت. لازم تخش عشان ابقى انا باخد الكاب وتبقي انت سجلتي بوينت. اوكي جاهزين؟ جاهزين. انا شاكه فيكي. جاهزه؟ ماشي اوكي يلا بينا. ريدي ستادي ستادي، خدوا الكور في ايديكو اند جو. الله ولا اي حاجه. يلا اللي بعد. الله ولا اي حاجه برضه. الله. ماشي بالراحه. عارفه لو عملتوها بالراحه، لو بالراحه هتيجي اكتر. حبيبه دخلت واحده، برافو. براحة يا حبيبة، برافو حبيبة، عرفت التكنيك شوية. ليلى دخلت واحدة، برافو. براحة يا ليلى، دخلتي واحدة، برافو. ماشي ليلى شاطرة. انت بتضحكي على ايه؟ يلا يلا. ليلى دخلت التانية، برافو حبيبة. فاضل اتنين هنا واتنين هنا. مين فيكم اللي هتكسب يا ترى؟ مين فيكم؟ مين فيكم اللي هتكسب؟ دخلت. دخلت حبيبة. فاضل لك كوباية. ليلى كمان فاضل لكم كوباية واحدة. ركزوا ركزي يا ليلى، ركزي ركزي، خدي ركزي، خلصتي الكور اللي عندك، ركزي ركزي. اتفضلي. ها أنا اللي عندي كده خلصت. ركزي خلصي، أنا هجيب لكم كوب. يلا أهي خدي ركزي. مفيش. خدي. دخلت حبيبة اللي كسبت. برافو حبيبة، كانت حلوة. والنعم انت اللي تعمى وانت اللي قمرة. بكده بقى نبقى وصلنا لغاية نهاية الجزء الأول يعني من رحلتنا، واستنونا بكرة في الجزء الثاني، رحلة مستمرة مع نفس الأسرتين، أسرة حبيبة وفاطمة ومامتهم وباباهم، وأسرة ليلى وجودي ومامتهم وباباهم. يا رب تبقوا انبسطتوا زي ما احنا انبسطنا. انبسطتوا؟ جدا. وأنا انبسطت أوي 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 أوي. باي باي.